عندك عضلة أكبر من عضلة وعاوز تعرف الحل، يبقى تابع الفيديو ده للآخر. السلام عليكم ورحمة الله، معكم عمرو شعراوي، أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة معلومة في كبسولة. النهاردة هنتكلم عن مشكلة هي موجودة عند معظمنا، ودايما هتلاقي عندك لو أنت أيمن النص اليمين أقوى من النص الشمال، لو أنت أيسر هتلاقي النص الشمال أقوى من النص اليمين، فدي حاجة طبيعية. بس بيحصل نتيجة لعب غلط أو نتيجة إصابة إن في عضلة فعلا بتكون أكبر من العضلة التانية، فعشان كده في الفيديو دوت هقول لك إزاي تقدر تتغلب على المشكلة دي. بس أول حاجة قبل ما نتكلم في الجزئية دي، ممكن تكون انت عندك اصلا جينيا العضله شكلها مختلف، فمديك ايحاء ان في عضله اكبر من عضله. لو انت شفت الصوره دي عندي في الباي، هتلاقي ان الباي اليمين واخده استطاله اكبر، عكس الباي الشمال واخده كعبره او واخده تكور اكثر. ديت جينيا عندي انا مش هقدر اغيرها، انما ده مش معناه ان في عضله اكبر من عضله. عشان تبدا تعرف اذا كان فعلا عندك عضله اكبر من عضله، بتبدا تجيب المزوره، ببدا اقيس عندي الباي من هنا وببدا اقيس الناحيه التانية الباي، لقيت دي مثلا 30 سنتي ودي 30 سنتي. لو انا لقيت فرق بين الاثنين نص سنتي في حجم الدراع، فمثلا ده حاجة طبيعي، دي حاجة ما تقلقكش، حاجة مش هتبان قد كده في الصور. انما لو انا لقيت الفرق المسافة دوت سنتي او 2 سنتي او 3 سنتي، يبقى غالبا دوت كان عندك مشكلة انك بتبدأ تقوي العضلة القوية وبتضعف اكثر العضلة الضعيفة، او انت كنت عامل عملية مثلا في دراعك او ايدك كان متجبس او رجلك كانت فيها مشكلة، فانت عامل فيها عملية، فده طبيعي انك يكون الرجل اللي انت تتحرك عليها فيها مصل ماس اعلى بكتير جدا من الحاجه اللي كان فيها حدث. اول حاجه عشان تبدا تتغلب على المشكله دي، تفضل انك تلعب معظم تمرينك ايزوليت. يعني انا دلوقتي مثلا لو بلعب ظهر ما اروحش العب بالبار، لا انا اجيب الدمبل مثلا الرو، او مثلا انا بلعب بشد الرو بالاثنين اللي هو الكيبل السبعه، لا ده اما انا اشد بدراع واحد. دي اول حاجه ليه؟ لان انا دلوقتي محتاج ان انا عندي مثلا هنقول عندي اللاتس اللي هو المجنس في اليمين اقوى من الشمال، يبقى انا هبدا العب بالشمال اول حاجه لازم اجيب بيها مثلا، هنفرض ان انا جبت بيها ست عدات، لو انا جبت بالضعيف فست عدات دي اللي انا ببدا بيها، لازم اليمين ابدا اجيب بيها ست عدات. هحس ان اليمين اقدر اجيب بيها 8، بس انا لو انا جبت بيها 8 او بدات باليمين جبت بيها 8 عدات والشمال ما قدرتش اجيب بيها غير 6، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا بزود المشكله اكتر. اللي انا بدي قوه والسترينث وبزياده عضليه اكثر لليمين وبضعف الشمال اكتر. فعشان كده يفضل انك تلعب تمارين ايزوليشن اللي هي التمارين العزل. تاني حاجه انك تبدا بالعضله الضعيفه، العضله الضعيفه جابت بلعب في الباي جابت 5 عدات الشمال، يبقى اليمين هتجيب نفس الخمس عدات، هحس ان انا اقدر اجيب اكتر، يبقى مش هجيب، لازم اقف عندها. لو انت عاوز تحل المشكله دي، وبلاقي ناس ان دي جابت 5 عدات، يجي مثلا هنا في الخمس عدات يبدا يلعب بالراحه خالص عشان يحس بالعضله. ده ما هو انت لما تلعب بالراحه خالص اديتها فوليوم اكتر فزادت اكتر، ودي برده زادت، بس لسه الفرق الواحد سنتي ده بينهم. فعشان كده ابدا بالضعيفه، خليك في تمارين الايزوليشن، اللي الضعيفه تجيبه القويه تجيبه. انا عارف ان الموضوع هيكون فيه ملل شويه وحاسس انك مش حاسس اصلا بالعضله دي، بس هو للاسف ده الحل عشان تقدر تتغلب على المشكله دي. اخر حاجه معانا وانا لا افضلها، انك تبدا تزود مجموعه كامله للتمرين. المجموعه دي اللي انت بتبدا تدخل، ممكن ادخل شكل كامل للتمرين، وده غالبا لما يكون شخص خارج من اصابه، ان الفرق 2 3 سم كبير، فانا محتاج مش محتاج اعمل الموضوع ده، لا ده انا محتاج احط فوليوم اكتر على العضله دي عشان تبدا تزيد اكبر حجم عضلي ممكن. فانت ممكن تاخد شكل كامل للباي مثلا بالدمبل وتبدا تلعبه مثلا العضله الضعيفه دي لو انت خارج من اصابه. انما لو انت عندك الفرق من نص سنتي لواحد سنتي، انا افضل حاجه تانية اسهل، انك مثلا تبدا تجيب على الضعيفه 12 عده والقويه 10 عدات، بس كل 3 الى 4 اسابيع تجيب المزورة او الصور وتبدا تشوف هل فعلا دي زاد ولا دي. لان انت ممكن تبدا تزود مثلا شكل كامل او مجموعه كامله، بقى مش تزود عدتين، تزود 12 عده كامله، تيجي بعد الشهر تلاقي ان الضعيفه زادت اكتر من دي، فترجع تاني في نفس السايكل، عاوز تخلي دي زي دي. فعشان كده انا افضل يعني لو انت مستعجل شويه، ممكن الضعيفه تجيب 12 عده ودي مثلا تجيب 8 عدات في الثلاث مجاميع، يبقى انت في الثلاث مجاميع زودت 4 في 3 زودت يعتبر كده 12 عده، بس كل 3 الى 4 اسابيع زي ما انا قلت تبدا تقيس وتبدا تشوف انت معتمد على ايه، وتبدا تشوف هل فعلا الاثنين ساووا الحجم العضلي ولا لا. بس انا افضل الحل اللي انا قلته اللي هو الاول والثاني، انك تلعب بتمارين العزل وفي نفس الوقت تلعب بالضعيف الاول، ومع الوقت هتلاقي الاثنين زادوا ومش هتقع في المشكله انك حاجه تزيد اكبر من حاجه. وحاجه اخيره في
في الفيديو دوت طبيعي جدا يا جماعه ان يكون في عضله عندك اكبر من عضله او جزء اقوى من جزء بنسبه نص سنتي او حاجه بسيطه، لان انت ايمن في طبيعه تستخدم الجزء اليمين اكثر، لو انت ايسر طبيعه تستخدم الجزء الشمال اكثر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو انت عاوز تسال اي سؤال سواء في التغذيه والتمرين تقدر تسال تحت في الكومنتات وانا ارد عليك في رعايه الله. السلام عليكم.